cidaadooyinkii waaweynaa maalin ay kulmi karaan qaadan وشوق بقلب المحب بدا فهذا مقام الدعاء الذي يجاب فمد لرب اليدان يجاب فمد لرب اليدان ما المها وحا كجرا صدح مال بوت او سيغوني لو شيغي ويوم عرفه يوم النحر يوم القدر يوم العرفه النبي وحي صلى الله عليه واله وسلم ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفه مال كبدا الضون الى هين النار كحريه مالك عرف ما اجرى ويوم المغفرة والعتق من النار إلهي أنا أقدر مالك وين مجر عدد كأغبا أو نار لقى حرية مالك أصلا لقى حرية مركز النبي صلى الله عليه وسلم وحن نوشي صوم كمالك مهمة أولي هاي مكاسو النبي يري صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده والسنة التي قبله وحان إلهي كأجر حساب سنة يا ما لنتا سون كيدا إنو الدم بيجي قد عفكي هرع إيا كيدا بلا بضا إلهي كن عف ما لك أوب بضا النار تلقى حرية يويا نعضو مضا كوة مشرق تشوف يا كوة مغرب تشوف يكوى تشوغا متقانا حجكي تشوغا يكوى قريوه دي تشوغا كوى باديها عليك كوى راعانايا أدون كستميشو تشوغا إلهي سبحانه وتعالى هدو لي ماذا عمل صالحا عبادة وناكسا ومالك إلهي أوافتيو وحكم دي هاي دادكاس دم بيقود الله دافيو عذابك إلهينا لك حرين مالك كلوى يوم النحر ومالك كحيق يوم عرف ومالك طبنا وحو النبي يقول صلى الله عليه وسلم إن أعظم الأيام عند الله إلهي أكتي سما المها وحا أقوي يوم النحر ما لنت يوم النحر أه وعيد أه وأعماش حجك بدن كذا اللي سمينا هيو أي أقوي ومالك والله طورانيا والله حيرانيا والله قليا طواف كيف الله سمينيا سعي جيبا الله سمعنا يا أعماش حشك النوع أنت وقبضا مالك دعوه ومالك أس ثم يوم القر مالك قدم بيوم القر ومالك كوي طبنات يوم القر وصغناشها أي محجيد مركي عمل كاس سمعيان أي ننتقي كرين أي منك الصغنان يا إني بحان الله أقول مالك أس الحافظ ابن حجر روحه يري سيدا موقته ما المهان فضلك وحلوسي وحويان مكان لاجتماع أمهات العبادة فيها عبادوين كيوا وينا مالن أي كل ككل مكران ما المهان بكتر الصيام الصدقة الحج وحويان كل وحي ككل مهان مالك صلاة دي بكترته صدقة دي صامكي انت هدا أدوك الاتمادد أدوه ما المهن أن تشوغين ملك لأكل التمادد حجكي باك أمغر ما المهن مركا وحاكو كل ما أعماشا سواوين وحجكو كم دي هاي من السورتو بكرتم ما المكة لن يكون حكو الماء ما السورتو بكرتم ما المهن بكو كل ما الحافظ ابن حجر الحافظ ابن رجب الحنبلي أسنوحه يري إلهي سبحانه وتعالى رحمة ديسا ذاتك مؤمنين تا قلوبتو دا وحالت نقاي هلو يتشعيل أي أقبان إن السند والبصوء أركان بيت فيس وهي صوت دعوضا أي قلبي قود الله لقي قفك السنة ما أوده مركز إلهي وحوك لقادة ضدك قفك أوده هالمر بالغفر ديالا إنو التقم يا شاس طوان كان مع الموضنا وحا لقد نقا طوان مع الموض اللي وذاك سده كوي حق التقي إيا كوي آن تقينو حشكو أسور تقلين
waxaa laga dhigay camal ay wada wadaagsanaadaan oo fadaaishii baa loogu wada sheegay. markaasaa qof kasta meeshiisa ka didaalaya oo fadiiladii iyo qiimihii uu helay. qofkii isagoo aan bixin gurigiisa jooga ee camal wanaagsan la yimaada wuxuu noqday qof ka fadli badan qofkii jihaadka aaday ka fadli badan buu noqday. soo ma jirto acmaasha wanaagsan oo ay haboonta in lagu didaalo maalmaha inta ka hartay oo yarta ah waxaa ka mid ah asiyaam, soonka ayaa ka mid ah. haddii inta kale ay ku dhaafto maalinta carafa yayna ku dhaafi soon weliba maalinka waxaa isku daydaa waxa adigu aad leedahay oo hantida ah inaad majmuuca dhan wadada afurisid isku day. waa fursad dadku ayna wada fahansanayn. waxaa laga yaabaa dadkan halkan fadhiya badankoodu waxay u go'aan inay maalinkaas soomaan aysan dhaafin. qof kasta go'aan bay u tahay maalinka inuusan dhaafin. laakiin mid ku daro, maalinka camalka la sameeyo waa camalka ilaahay agtiisa loogu jecel yahay sadaqada ka mid a, waxaad isku daydaa dariskaaga iyo majmuucada saaxiibada ah inaad tiraahdeen la soo afura, cunno badan inaad samaysid, masaakiinta aad siisid oo ay kuu kulmaan. qofkii hal qof afuriya wuxuu leeyahay ajarkii soonkiisa oo kale uu leeyahay. boqol qof baad afurisay, boqolkii qof oo aad afurisay soonkaagii ajarkiisii adoo leh, boqol qof soonkood ajarkii ay lahaayeenna waa lagu qoray. balka war maalinkaa marka xasanaadka aad iyo aad in loogu didaa si gooniya. maalmahan dhexdooda waxaa la badiyaa dikrullah, ilaahay xuskiisa, hadday tahay qur'aankii, hadday tahay salaaddii, hadday tahay sadaqadii, hadday tahay tasbiixdii, hadday tahay taxmiiddii, in maalmaha la badiyo ayaa nebigu sallallahu calayhi wasallam nagu hanuuninaya. sadaqada in la badiyo, maalinka tobnaada ugu fadli badan waa maalinka la rabo al-udxiya, qofkii awoodaa inuu udxiyaysto. ha ka tegi dhaqankaas, naftaada bar, ilmahaagu waa kaa dhaxlaya. markay yaqaanaan aabba udxiyuu qalaa oo gurigeenna udxiyo ayaa lagu qalaa ay bartaan, tarbiyo wanaagsan bay noqonaysaa. waxay ilmahaagu hadhowta ku didaalayaan alla aabba udxiyuu qali jira waa inaan qalnaa markay waaweynaadaan. sunno waxay noqonayaan ay aad iyo aad tarbiyo wanaagsan weyn. soo kaxaysa neef, laba hadda awoodi ka dhig, saddex hadda awoodid badso, keen qaybi, qayb gurigaaga iyo ahalkaaga, qayb masaakiinta, qayb hadiya, sidaabahaas u kala qaybi. shardina ma ahan qaybtaa bixinaysid iyo qaybtaa la haraysa inaad isla ekaysaa. shardi maaha inaad wax un ka bixisid, waxna aad la hartid, masaakiinta wax siisid ayaa muhiim ah. intaasaa muhiim. neefkana dadku waa yaqaanaan oo inuusan ceeb lahayn way og yihiin oo waa la barta middaas. waxa weeyaan tafaasiisheeda badan dadka wax badan ayay ka yaqaanaan. waxaa ku didaashaa maalmahan inaad dadka wanaag u sheegtid, xumaantana ka reebtid, oo waa fursade dadka aad taqaanido saaxiibada ah, dadka balwadda leh, dadka dhaqamada xunxun leh, kuwa aan salaada tukan, nasaa'ix wanaagsan gaarsiiyotee maalmahan fadliga badan, nala soo ciid, aan isla afurna yowmu carafa, soon, dharkaaga dhaqo, salaadda ilaahay tuko, kaaladoo masaajidka imow. waxaa ka qayb qaadataa kelimad macruuf ah maalmahan inaad sabab ugu noqotid ilaahay inuu dadku ugu soo hanuuniyo. waa camal aad iyo aad u weyn oo dadku aynan u badan garanayn.